mauvais exemple. On ne bosse pas. Offre d'offrir à ces gens-là, à ces GES. Et surtout à l'écoute de ces communautés. De chercher à. Qu'est-ce qu'ils ont ? 45 pays qui aident. إلى اليوم هو منتدى اللي كتنظمه مؤسسه عبد القادر بن صالح. هذه الدوره الاولى ديالو. هو منتدى اللي كيجمع مجموعه ديال الفاعلين من المغرب ومن خارج المغرب، من فرنسا ومن كيبيك ومن لبنان، باش من مجموعه ديال المجالات، فاعلين عموميين، خواص، مجتمع مدني واكاديميين، باش نتدارسوا واحد الموضوع مهم، هو كيفاش ممكن المبادرات المبتكره اجتماعيا نكبروا من الواقع ديالها وربطوها مع بعضياتها باش تقدر تشتغل مع بعضياتها باش يكون واقع احسن على التقدم الاجتماعي بشكل عام. كنعرفوا بان المشاكل الاجتماعيه غادوا كتكثر غادوا كتاخذ ابعاد مختلفه، وفي نفس الوقت الموارد باش نجاوبوا عليها غادوا كتقل، وبالتالي احنا محتاجين لاشكال جديده في التعامل مع المشاكل الاجتماعيه اللي تقدم حلول اكثر وقعا، واللي تقدرت هذيك الحلول تجمع حولها مختلف الفاعلين، لانه الا بغى يكون عندنا وقع كبير على المجتمعات المحليه وعلى السكان اللي كيعانوا من هذه المشاكل، فخصنا يكون واحد العمل تشاركي وعمل جماعي، لان الفاعلين بوحدهم اللي كيشتغلوا بوحدهم الواقع ديالهم كيكون الواقع ديالهم كيكون ملموس. وبالتالي هذا اللقاء اليوم كيركز على ثلاثه ديال الرافعات. الرافعه الاولى هي خلق سكون ابيل لي كوميونيتي امباكت، او التجمعات اللي عندها وقع كبير، كيفاش هذه التجمعات كتخلق، كيفاش كتشتغل باش تطور من الواقع ديالها. الرافعه الثانيه هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كيفاش كيخلق القيمه الاجتماعيه وكذلك القيمه الاقتصاديه، وكيساهم في حل المشاكل وفي خلق الثوره باش كيستافدوا من التجمعات المحليه. وكذلك الرافعه الثالثه هي التضامن، اللي هو قيمه مترسخه في الثقافه المغربيه، مجموعه ديال الفاعلين كيعبئوه عن طريق مجموعه ديال المبادرات عموميه وخاصه، كيفاش هذا التضامن ممكن ان نطوروه ونبتكروا فيه اشكال جديده للعمل. هذه الرافعات بثلاثه هي اساسيه باش نقدروا ندفعوا بالعجله ديال الابتكار اللي من شأنها انها تطور من التقدم الاجتماعي فائدة جميع التجمعات والسكان في بلادنا. الحضور متنوع كما قلت، من خارج الوطن ومن المغرب، فاعلين عموميين، فاعلين خواص، شركات حاضرة معنا، فاعلين من المجتمع المدني، وفاعلين اكاديميين، لانه خصنا هاد الوجهات النظر الاربعه يكونوا حاضرين باش نقدروا نتبادلوا الاراء حول هذا الموضوع ديال كيفاش التقدم الاجتماعي نطوروه عن طريق الابتكار الاجتماعي. في نفس الوقت هذا اللقاء هذا كيمكن انهم يرتبطوا مع بعضياتهم وربما يخلقوا علاقات شراكات اللي في المستقبل يكون عندها وقع كبير على المشاكل الاجتماعيه. هذا لقاء ديال مؤسسه عبد القادر بن صالح اللي غادي يكون ان شاء الله سنوي. طبعا مادام الشركاء عبروا على رغبتهم في ان نبداو نعقدوا بهذا النوع من المنتديات، فقررنا انه يكون منتدى سنوي لهذه الدوره الاولى ديالو، وسنه على سنه ان شاء الله الهدف هو اننا نكبروه، يكونوا حاضرين كذلك نماذج ديال المشاريع اللي يجيو يعرضوا المنتوجات ديالهم والحلول ديالهم، يكونوا حاضرين فاعلين من عدد اكبر من الدول، لانه حنا كنامنوا باللي المغرب فيه فاعلين كيقدموا حلول مهمه وملهمه، ولكن على المستوى الدولي كذلك كاين مجموعه ديال التجارب اللي حتى هي ممكن نستافدوا منها. بالتالي سنه على سنه ان شاء الله غادي نطوروا من المنتدى. اليوم انا مشارك في مؤتمر ويكستشينج، الهدف ديالو هو نقاش حول مفاهيم الرياده الاجتماعيه والابداع الاجتماعي، كيفاش هذه المفاهيم مهمه باش نخلقوا واحد الاقتصاد اللي كينفع المواطنات والمواطنين، اللي كيحل الاشكاليات الحاضره الاشكاليات المستقبليه. الجلسه ديال اليوم غتكلم على الابداع الاجتماعي في المستوى الترابي في الجامعات، كيفاش يمكن لنا نشوفوا الاشكاليات اللي كيعانيو الناس، مثلا الخدمات الصحيه، المصالح الشرب، التشغيل، التعليم، وكيفاش هما مبادرات نشوفهم خارج المغرب وداخل المغرب اللي يمكن نستافدوا منهم ونخلقوا واحد الشبكه تنفع المواطنين. الحضور اللي كاين في هذا اللقاء ديال اليوم كيبان لي مجموعه من المؤسسات والاشخاص اللي هما فاعلين في هذا المجال على المستوى الوطني، اللي جايين باش يتشاركوا الخبرات ديالهم، يوريونا التحديات اللي كيعانيو منهم، لان القطاع صعيب بزاف اللي ما نفهمش، وشنو هما الاختلافات اللي يقدروا يكونوا في المجتمع، وكيفاش يمكن لهم يزيدوا يتواصلوا مع بعضياتهم باش نلقاو شبكه اكثر واحسن.